أسعد الله أوقاتكم سيداتي وسادتي، أحييكم من تلفزيون الكويت وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذه الليلة. من عناوين النشرة: الشيخ سلمان الحمود الصباح يؤكد أن منح الأمم المتحدة شهادة تقدير لسمو الأمير تتويجا لدوره المتميز في العمل الإنساني حول العالم. افتتاح مركز صحي جديد في مبارك الكبير لتقديم رعاية صحية عالية لسكان المنطقة. بيت الزكاة يطلق حملة لإغاثة الشعب السوري الشقيق للتخفيف من معاناة اللاجئين. الأخبار مفصلة من تلفزيون الكويت. استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر السيف صباح اليوم سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. كما استقبل سموه رعاه الله بقصر السيف صباح اليوم معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم. واستقبل سموه وحفظه الله بقصر السيف صباح اليوم سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. كما استقبل سموه رعاه الله بقصر السيف صباح اليوم معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح. استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله في ديوانه بقصر السيف صباح اليوم معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم. واستقبل سموه وحفظه الله معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم يرافقه السادة أعضاء مجلس، وذلك بمناسبة عودتهم للبلاد بعد أن قاموا بزيارة رسمية لسلطنة عمان الشقيقة وجمهورية ألمانيا الصديقة. واستقبل سموه وحفظه الله بقصر السيف صباح اليوم سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. واستقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر السيف صباح اليوم معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح. كما استقبل سموه حفظه الله بقصر السيف اليوم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح. واستقبل سمو ولي العهد حفظه الله معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح. واستقبل سموه حفظه الله معالي وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح. كما استقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر السيف اليوم معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله مبارك الصباح. تسلم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اليوم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية بوركينا فاسو الجديد لدى البلاد بوبكر كوتي. قال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح
إن منح الأمم المتحدة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه شهادة تقدير يأتي تتويجا لدوره القيادي المتميز في مجال العمل الإنساني حول العالم. وأكد الشيخ سلمان الحمود الصباح أن هذه الشهادة تأتي لما حققه سموه في استضافة مؤتمرين دوليين لدعم الوضع الإنساني في سوريا ومساهمة دولة الكويت في رفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، مضيفا أن سمو الأمير رعاه الله يعد بذلك أول رئيس عربي يتم تكريمه من الأمم المتحدة في هذا المجال. وأضاف أن العمل الإنساني لم ولن يتوقف في الكويت سواء لدعم الوضع الإنساني في سوريا أو غيرها من الدول والقضايا التي تحتاج الدعم الكويت، التي تكون سباقة دائما للعمل الإنساني في كل مكان. كما أوضح الشيخ سلمان الحمود الصباح أن الكويت في ظل قيادتها الحكيمة تؤكد دائما على استمرارية مواقفها الإنسانية تجاه شعوب العالم، وذلك لإيمانها بميثاق الأمم المتحدة واعتباره حجر أساس في مفهوم العمل الجماعي في حفظ الأمن والسلم الدوليين. كما ذكر أن الكويت تمتلك سجلا حافلا بالمبادرات الإنسانية في رفع المعاناة عن الشعوب المنكوبة ونصرة القضايا الإنسانية ومواجهة الكوارث التي تتعرض لها الدول والشعوب من خلال مؤسساتها الرسمية والأهلية، مضيفا أن خير دليل على ذلك تبني الكويت استضافة العديد من القمم والمؤتمرات الإقليمية والدولية التي أطلقت من خلالها مبادرات تنموية في مختلف القارات ومناطق الأزمات لتحسين الوضع الاجتماعي والمعيشي للشعوب المختلفة. وقال إن دولة الكويت بجهود أبنائها استطاعت أن تكون كما أطلق عليها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مركزا إنسانيا عالميا، وأن سمو الأمير قائد وبطل إنساني عالمي. بهدف نشر الوعي البيئي وتنمية الحس الجمالي والاهتمام بالطبيعة وعلى الأخص البيئة الكويتية، أقيمت فعاليات المسابقة البيئية على مستوى المدارس الحكومية والخاصة، إذ تميزت بمشاركة 8000 تلميذ وتلميذة من مختلف المراحل الدراسية. المسابقة التي نظمت تحت شعار الكويت جميلة خضراء سعت إلى غرس مفهوم حماية البيئة في نفوس الطلبة وتوسيع آفاقهم ومداركهم في توعية المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة. أكثر من 8000 طالب وطالبة من مختلف مدارس الكويت كرموا في مسابقة الرسم التي أقامتها جريدة كويت تايمز تحت شعار الكويت جميلة خضراء، بهدف تطوير الناشئة والشباب وصقل مواهبهم وتعزيز مبادئ الاعتدال والتسامح وتشجيعهم على الطموح والحفاظ على الثروات العامة. استطاعت هذه الجائزة والمسابقة والتي شارك بها أكثر من 8000 طالب وطالبة بكافة مدارس دولة الكويت أن ترسخ أساس مهم للمشاركة المجتمعية في التنشئة، وهي دعم جهود الدولة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في عمل مشترك يهدف إلى تعزيز الوعي البيئي في وطننا الغالي الكويت. طلاب وطالبات ما بين سن 6 و18 شاركوا من مختلف مدارس الكويت في رسومات توضح مدى حبهم للبيئة والحفاظ عليها، فهي الثروة المستدامة والمعين الذي لا ينضب. اللي انبثقت 1994 وبدت مشوارها في هذا الوقت ب 1500 طالب، وانتهت في هذه السنة 7 ب 8000 طالب من مختلف مدارس الكويت الخاصة والعربية والأجنبية وذوي الاحتياجات الخاصة بمشاركة 80 مدرسة مختلفة من مدارس الكويت. الهدف منها توعية النشأ الجديد اللي هم الطلبة أو من سن 6 سنوات إلى 18 سنة عن حماية البيئة الكويتية تحت شعار اقتبس من صاحب السمو المغفور له أحمد الجابر، حيث قال لندع الكويت جميلة خضراء. جهات مختلفة شاركت في هذا الاحتفال الذي يدعم مسيرة الإصلاح البيئي من لجان وجمعيات من شأنها النهوض بحماية البيئة في مختلف دول العالم.
قدمنا تعريف عن نشأة اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي نشأت من رحم المعركة، من أرض المعركة، والتي كانت سببا في إنشاء المنظومة الإنسانية الدولية وإنشاء أولى منظمات الإغاثة من نوعها في العالم، وهي اللجنة الدولية للصليب الأحمر. البيئة هي أساس التنمية المستدامة، وهي ثقافة تقوم على الزرع بدلا من التصحر، وعلى النظافة بدلا من الإهمال، وعلى الحفاظ على السلامة العامة بدلا من التلوث القاتل. فهكذا نريد الكويت واحة خضراء جميلة تعكس ما في أنفسنا من قيم وذوق. ناصر الهاجري، تلفزيون دولة الكويت. أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور نايف العجمي أن اجتماع وزراء الأوقاف الخليجيين الذي ستستضيفه البلاد الأربعاء المقبل يهدف إلى استحداث دائرة تفكير خليجية متخصصة في تنمية الثقافة الوقفية وتتبع الآثار الاجتماعية للأوقاف. وأضاف العجمي في تصريح صحفي أن الاجتماع يهدف إلى تكثيف الجهود المشتركة لصياغة رؤية وخطة استراتيجية لوزارات الشؤون الإسلامية الخليجية، ترسيخا لدور الوقف كوسيلة للتكافل الاجتماعي والعمل الخيري في دول المجلس، مشيرا إلى أن واقع الحال ومجريات الأحداث ومتغيرات العصر وتطلعات آفاق المستقبل تستدعي من دول مجلس التعاون، العمل المشترك والتسيق الدائم نحو وضع نقاط التقاء وتقارب تمكنهم من تكريس الهوية الخليجية وتعزيز المواطنة والاعتدال الفكري والمنهجي. افتتح وزير الصحة الدكتور علي العبيدي اليوم مركز مبارك الكبير الشرقي الصحي، وبهذه المناسبة أكد الدكتور العبيدي أن هذا المركز يمثل إضافة جديدة لمنظومة الرعاية الصحية الأولية بمنطقة الأحمدية الصحية، كما أضاف أن المركز يضم خدمات وقائية وعلاجية أساسية بالإضافة إلى عيادات تخصصية. الإنجاز لا يتحقق إلا بالتخطيط السليم والترجمة الفعلية، وأن لا تكن مجرد حبر على ورق وحبيسة الأدراج، بل تتجسد قراءاتها على أرض الواقع من خلال إنشاء العديد من المباني الصحية وإعداد الخطط والبرامج والاهتمام كذلك بالكوادر الطبية. ففي إطار منظومة الرعاية الصحية الأولية، وزارة الصحة احتفلت اليوم بافتتاح مركز مبارك الكبير الشرقي الصحي، حيث بلغ مساحة الموقع حوالي 1800 متر مربع، وبلغ تكلفة هذا المشروع 1,000,000 دينار كويتي. منطقة المبارك كبير يسكنها ما يقارب 37,000 نسمة. هذا المركز يخدم نصف سكان هذه المنطقة. المركز يحتوي على العديد من العيادات، معظمها عيادات الطب العام وأيضا عيادات تخصصية. وزارة الصحة تعمل حاليا على تنفيذ برنامج المسح الميداني والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية، وذلك من خلال إجراء فحوصات شاملة تهدف من خلالها الحصول على نتائج وقراءات متعددة. ونحن بهذا الصدد نحب نذكر ونثبت أيضا أن هذا الموضوع يهم وزارة الصحة ويعتبرها أولوية تنموية، ووثقة الكويت في تصدي الأمراض المزمنة غير معدية كانت واضحة
توقيع ويعني مفهومها الكامل مع وزراء الصحة لمجلس التعاون الخليجي، وأيضا رفع هذا الشيء إلى وزراء الصحة العرب تأكيدا على أهمية هذا البرنامج، لأن هذا البرنامج سوف يعني يخفف أعباء الوزارة من حيث الأمراض المزمنة، وأيضا يخفف الأمراض أو يقلل من الأمراض إن شاء الله التي قد يصيب بها المواطن والمقيم على هذا البلد الطيب. التوسع في إقامة العيادات التخصصية تعتبر جل اهتمام وزارة الصحة التي تهدف من خلالها إلى تخفيف الضغط على المستشفيات، بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة. كما تحرص الوزارة على التوسع في إقامة العيادات التخصصية وعيادات كبار السن وعيادات الأمراض المزمنة الغير معدية تحت مظلة الرعاية الصحية الأولية لتقديم الخدمات بسهولة ويسر بانتظام لتجنب المعاناة للحصول على الأدوية اللازمة لهم. مركز مبارك الكبير الشرقي الصحي يعمل خلال الفترة الصباحية من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 12 ليلا، ويضم تحت مظلته خدمات وقائية وعلاجية. نخدم أهالي قطع، أربع قطع عندنا، خمسة وستة، قطع خمسة وستة وسبعة ثمانية، وطبعا يقدم خدمات كثيرة من الخدمات العلاج العام، يعني عيادات العلاج العام وعيادة الأمراض النساء والحوامل، وفي عندنا عيادات تخصصية كذلك، منها عيادة الطفل السليم وعيادة التبول اللا إرادي وعيادات الأمراض المزمنة من الضغط والسكري والربو. قبل أيام معدودة تم افتتاح قسم الحوادث في مستشفى الفروانية، وها هي وزارة الصحة اليوم أضافت لبنة جديدة من لبناتها الصحية في مجال الرعاية الصحية، وهو افتتاح مركز مبارك الكبير الشرقي الصحي الذي جاء ليناغم الزيادة السكانية. ومن منطلق إيمان وزارة الصحة بأن الرعاية الصحية الأولية تعتبر خط الدفاع الأول للمريض. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت. أطلق بيت الزكاة حملته الخاصة لإغاثة الشعب السوري الشقيق تحت شعار الكويت تستجيب، وذلك لتخفيف وطأة ومعاناة التي يمر بها اللاجئون السوريون، فقد تجاوز مبلغ المساعدات من بيت الزكاة حتى الآن 3,400,000 دينار كويتي. استشعارا للمأساة الإنسانية التي يمر بها اللاجئون من أبناء الشعب السوري الشقيق، قام بيت الزكاة بدوره الخيري والإنساني المعتاد في تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين من خلال إطلاق حملة بعنوان الكويت تستجيب. بيت الزكاة يقوم بين فترة وأخرى بعمل حملات خاصة للتبرعات، وتعرفين أن موضوع اللاجئين السوريين في كل من تركيا وفي الأردن وكذلك في لبنان يعانون خلال الثلاث سنوات من يعني خلينا نقول إغاثات متنوعة. احنا نقسم موضوع الإغاثات إلى ثلاث أقسام: إغاثة إعاشية، ثم إغاثة طبية، وإغاثة يعني تعليمية أو طلابية. فوجدنا خلال الفترة الماضية شوية نوعا ما عزوف من متبرعينا لقضية إغاثة اللاجئين، فاستنفذت الهمم في دعوة متبرعينا لإعادة يعني جمع التبرعات لهذا الموضوع، ورفعنا شعار الكويت تستجيب. الحملة تهدف إلى التخفيف من آثار الأزمة السورية، كما تستهدف توفير الأولويات الضرورية كالغذاء والدواء والتعليم عن طريق فرق تتحمل مسؤولية إيصال المساعدات إلى اللاجئين السوريين. كل إغاثاتنا في بيت الزكاة ولله الحمد يقومون فيها شبابنا، نتفق مع الجهات المعتمدة في دولها ونقوم بتوصيل الإغاثة بشكل مباشر. شكلنا وفد لصالح لبنان، شكلنا وفد للأردن، وشكلنا وفد لتركيا. كل الوفود الثلاثة راحت بأوقات متباينة للكشف عن حاجات اللاجئين وكذلك تقديم المساعدات الخاصة فيهم. طبعا كما تعرفين أن كثير من الجهات التطوعية وكثير من الجهات الرسمية تعمل في الميدان، بيت الزكاة باعتبار أن جهاز حكومي وله يعني الصفة الحكومية نحاول أن ننسق مع سفاراتنا،
سواء في الأردن وكذلك في لبنان وكذلك في تركيا، ولله الحمد نرجو الاستجابة المتكاملة كذلك مع الجمعيات المعتمدة داخل تلك الدول. والسؤال، هل يتم إيصال المساعدات الإنسانية فقط خارج حدود سوريا أم داخل أراضيها؟ حنا كجهاز حكومي اتخذنا قرار واضح في عدم الدخول في داخل الأراضي المحررة. نحن علاقتنا واضحة فقط في اللاجئين، لربما هناك جهات أخرى لكن ليس معني بيت الزكاة في هذا الجانب. نحن فقط مع اللاجئين في الحدود اللي موجودة مثل ما قلت لك في سوريا، آسف، في الأردن وفي تركيا وفي لبنان. إن دور دولة الكويت متمثل في عدة جهات خيرية من ضمنها بيت الزكاة، يأتي انطلاقا من المسؤولية الإنسانية والواجب الإسلامي تجاه الشعب السوري الشقيق. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت. البقاء لله. انتقلت إلى رحمة الله تعالى حصة أحمد سلمان الأستاذ أرملة محمد سبتي سلمان عن عمر يناهز 95 وسيوارى جثمانها الثرى الساعة 9 صباح يوم غد. انتقلت إلى رحمة الله تعالى هدية جياد صحن أرملة سعد مطلق الهيم العازمي عن عمر يناهز 63 وسيوارى جثمانها الثرى الساعة 9 صباح يوم غد بمقبرة صبحان. انتقلت إلى رحمة الله تعالى هلا عدنان عبد المحسن الطخيم عن عمر يناهز 35 عظم الله أجر ذويهم وإنا لله وإنا إليه راجعون. ختاما سيداتي وسادتي، أقدم لحضراتكم تذكيرا بأهم العناوين. شيخ سلمان الحمود الصباح يؤكد أن منح الأمم المتحدة شهادة تقدير لسمو الأمير تتويج لدوره المتميز في العمل الإنساني حول العالم. افتتاح مركز صحي جديد في مبارك الكبير لتقديم رعاية صحية عالية لسكان المنطقة. بيت الزكاة يطلق حملة لإغاثة الشعب السوري الشقيق للتخفيف من معاناة اللاجئين. في ختام هذه النشرة سيداتي وسادتي، لكم أجمل تحيات زملاء العاملين في قطاع الأخبار والمخرج حسين الصالح. إلى اللقاء.